نصيحتي بقراءة هذا القرار، قرار رقم 0022، يرسم بما يلي: المادة الأولى العميد عبد الهادي محمد إدريس، والمراقب العام بالشرطة الوطنية حسان وردقوشيلي عينا كمفوضين للرقابة المالية باللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة. المادة الثانية: هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل حسب الحاجة. انجمينا 7 أغسطس 2017 التوقيع إدريس ديبي إتنو. وبهذا ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.